يسعد اوقاتكم من مطبخي مطبخ الزواقه. حابب انا وياكم اليوم نرحب بالنجمه القديره تولاي هارون. اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا مرحبا. هلا هلا. هاي 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 كيفك؟ هلا هلا بست الكل، شلونك؟ ان شاء الله بخير. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. الكاميرا عليك. انا بدي رحب والمرحبا كيفكم، ان شاء الله ما اكون انا ضيفه ثقيله عليكم اليوم، هيك بنعمل اكله طيبه 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 واكل عنكم كلكم. اهلا وسهلا فيك، نورتي المطبخ. تسلم. بدي اعمل اكله من المطبخ الشامي. ايه هلا اسم الطباخ روحه اسمه غريب شوي بس هي من الاكلات الطيبه المشهوره. معروفه الطبخه. تمام. مكوناتي الاساسيه هي الكوسه البندوره. تمام. هلا في ناس بتحط باذنجان، ناس ما بتحط عشان ما حدا ينقدها. تماما. البصل الاساسي. هلا الاساسي اكثر من هيك وهيك هي العظام والعصايص والموزات، حسب واللي حسب كل واحد شو بيحب بيحط. شو بيحب. تماما مزبوط. اكله بتصير بطريقه، يعني بتتقدم بطريقتين، اول يوم ممكن يطبخوا طباخ روحه، ثاني يوم ممكن يعملوا فتت الطباخ روحه، يعني يعملوا خبز تحتها ويحطوا دبس الرمان وياكلوها بطريقه فتت. هو الطبخ نفس. تمام. انا اليوم بدي ادوق طبخك. يعني بدي ادوق نفسك بالطبخ. يعني يعني تمام. اول شيء قطعنا رح تكون كل التقطيعات خشنه، ما انا صغيره، ما انا ناعمه، يعني انا فيني اقطع كوسايه هيك. تمام هيك. تمام. لحتى ناخذ قطع خشنه حلو بالطبخه. حتى البندوره بدي اقطعها خشنه بس نحن قشرناها حتى طمع. نتخلص من القشره تبعها. ممتاز. تمام. البصله كمان خشنه شوي، البندوره خشنه، حتى اللحمه شقف. فينا نتعامل مع اللحمة كيف ما بدنا، إذا كانت موزات فينا نخليها صحيحة أو نعملها أنعم شوي، أصغر شوي، أكبر شوي. التعظيمة والعصعيص بالبداية نحن مننزل فيهم أو منسلق شوي من إيش الزفرة، بناخد المرقة منكسبها ومنرجع بعدين منضيفها لطبختنا. أول شيء بدي بلش فيه هو بدي حط طنجرتي على النار. ساعدك بساعدك. ساعديني. بدي هلأ مساعدتك. يا عيني يا عيني يا عيني. هلا بس انا مشان ما تضطر شيء لازم تضلي على مرمى هذاك الطرف. ايوه يا عيني. لا مو هيك مو هيك كثير. شو بدك؟ ما بدي شيء. حطيت شويه زيت بالطنجره. هي. بدي بلش انا اللي مشان ما تلدع معي شوي مع السمنه. بدي احط شويه سمنه اول شيء كمان. تمام. بعد الزيتات بحط شويه سمنه وبلش انا بحط الليات. سمنه وزيت. سمنه وزيت لحتى ما يحترق الحليب الموجود عندي هون. وبدي احط لي هلا اللي هي كثير سريعه بتنتزع نكهتها، بتعطي مرار اذا احترقت. ف حلو. بدي انا احافظ على حراره طنجره، قعر الطنجره. الزيت بيعمل لي فاصل بين الحليب الموجود بهون بالسمنه او الزبده وبين اللي اذا سليت، فما بيعطي لها المرار ولا شيء. يعني نحن لحمايه الحليب فقط من الاحتراق. بيعمل طبقه، بيعمل لون كراميل، بينزع لي المنظر والطعمه الحقيقة. يعني الحقيقة ها انه انا اليوم استفدت بشغلة كتير مهمة. ايه تماما. مشكور. خلينا ياكي. بدي بلش اول شيء قطع اللية نزلون. حلو. ما في مشكلة هن ولحمتهم، المهم انه نكه طبختي باللية. هذا الحكي اذا نحنا ما نسالقين اللحمة. اللية مزبوط، بعطيها شوية ملح بداية فقط لا غير. الملح بدون بهارات بدون شيء بدون تشيبات. هلأ مبدئيا. اوكي. مبدئيا يعني الملح بيساعد اللي هي انه هي تسلي وتعطيني النكهات الطيبه والروائح طلعت علي بلشت من اول لحظه. حلو. اكله دسمه فيها صوص دسم بس هي طيبه. بالنهايه هي مستفيدين من الخضروات كلياتها من نكهاتها. تمام. متى ما بلشت عرفتوا ليش قال لي بعدي؟ عشان تطريش. شايفه حتى انا عم اتطرش. قليت لحمتي، فيني بلش انا احط رشه فلفل اسود عليها. حلو. ما بحتاج بهارات اكثر من هيك، ملح وفلفل. المكونات الاساسيه بالنكهات رح تكون الثوم والنعناع اليابس ودبس الرمان. تماما. تمام. هي بس بنهايه غليانها واستواء، يعني مو هلا. ببلش انا حسب قساوه الخضره. اللي بلش بالبصله اول شيء نزلها لحتى تاخذ لون وتتقلى وتبلش تدبل شوي شوي. كمان هلا فيني اضيف شوي ملح صغار مشان البصله تطلع المي تبعها وتعطيني نتيجه صح 100%. شو عم يصير معي؟
حاسس حالي وانت قلت لي لا تقربي فانا عم بسرق بتسرقي عم تختلسي النظر اختلاس النظر لازم تماما بنبلش بالخبره حسب القساوه اول باول هلا اذا في حدا شاطر كثير وحابب انه يفكر انه اذا قلى الباذنجانه دبل الكوسايه اول بالزيت وبعدين نزلهم لهون يعني بيخسر 40% من النكهة اللي حتطلع هيك فنحن نطول بالنا شوي يعني ما يروح يقليها يشمعها بالزيت ويرجع يصفيها وينزلها مباشرة معها رح يخسر شكلها لأنه هي حتضل هيك حلو شقفة كبيرة تمام وينزع نكهة الصوص بالزيت اللي حيرجع ينزل هون فأنا نحن ما بدنا يا تخرب حلو أنا بنزل بالباذنجانات تمام قطع الباذنجان كمان بلش شوي شوي دبلهم كل شيء حسب استواءه حلو دقيقتين وبضيف عليهم الكوسايات اخر شيء بدي اضيف البندوره قطعت الباي لا بكف اوكي بس احنا مشان نورجيهم شكل القطعه فينا نعملها اصغر شوي فينا نعملها على نصين كل وحده حسب شو بتحب بس المهم انه نحن خضرتنا خشنه بالنهايه يعني الخضره كلياتها خشنه واللحمه شقف حلو لحتى ناخذ نتيجه هاي الطبخه صح فيني رجع حط رشة ملح للباذنجان والكوسة تمام دخلت كل النكهات مع اللية مع نكهة اللية بلش الباذنجان يمتص المادة الدسمة ويعطينا إجباري. نكهة طيبة الملح والفلفل عم يساعدوني على هذا الشيء ما عندي احتراق للبصل لهلأ لساته عم يدبل تمام لأنه أنا من البداية عملته صح فيك تشوفيها تمام شايف البصل أيوة. هلأ ما قلت لك أنا رح ناكل الفكره قلت لي بدنا نطبخ بس انا بدي اكل تمام هلا انا بدي ارجع اضيف البندوره اخر شيء لانه هي حلو. اسرع استواء لها رح اضيف البندوره المقشره مجهزه ومقطعه كمان قطع خشنه بقلبهم كلياتهم مع بعضهم بحيث انه هن ياخذوا النكهات كلها من هون بيجي بالنهايه بدي اعطيهم اما مرقه لحم او مي او مي مي ما فيني استعمل مرق دجاج لانه انا استعملت لحمه هون تمام. فهذا غلط نحن بنعطيهم مرقه لحمه اذا كنا نحن سالقين اللحمه وحاطينها على جنب واذا مو سالقين اذا مو سالقينها بنعطيها مي لانه هلا هي الخلاصه رح ترجع تعطيني نفس النكهه تقريبا حلو. انا عندي مرقه لحم جاهزه رح بلش زيد عليهم تمام اوكي اغمرهم بالمرقه تماما خليهم كلياتهم ياخذوا استواءهم على مهلهم برواق ويغلوا كلهم مع بعضهم بغطيها بتركها شوي وبرجع طبعا هون صفى تعديل الملح كل وحده على حسب شو بتحب بقى هلا الملح بتعدله بالنهايه بس دائما نحن بنقول الف حطه ولا شيله يعني انا ما فيني دج معلقتين ملح اول شيء لا وبلش قلي البصلات وارجع قلي عرفتي ليش عم حطهم شوي شوي تدريجيا يعني ألف مره بحط معليش ولا اقدر اني اشيل معلقتين من هون ما تنقموا معي مزبوط عم تحكي بصير بدي زود النكهات بدي زود البندوره بدي زود المرقه فبتصير بدها تعمل لي اشكال هيك انا غمرتهم تقريبا في ناس بتعملها بطنجره الضغط على فكره هاي الاكله تمام تضغطها كلياتها يعني خلال 10 دقائق بتطلع مستويه في ناس تعملها هيك على هدوءها تاخذ نكهاتها من بعضها نهايتها هلا انا بدي اختم اخر شيء عندي الثوم حبات الثوم المدقوقين والنعناع واخر شيء الدبس الرمان هلا انا بدي احط شويه مي بندورا لحتى اغمق الصلصه تبعي اذا كانت شوي فاهية. لانك انت حاطط بندورا صح تمام بدي اعطيها هيك شويه دبس بندورا مشان تعطيني صلصه غامقه شوي تمام ما في داعي اني اقليها من الاساس لحتى ما تغمق كثير هلا انا اخذت لون من صلصه حلو. البندوره تمام هلا برجع اضيف عليها بالنهايه دبس الرمان ما بضيف الدبس من هلا لانه بشد لي اللحمه بقسيها لانه في شيء لازم تستوي وبعدين تماما لازم بعدين. تستوي اللحمه بعدين تماما. احنا بنغطي طنجرتنا ونخليها تستوي تهدى على مهلها شوي ما بدي اياها مع صوص ما بدي اياها تنشف خليها على مهلها هيك بدها تقريبا كل شوي بعمل لها تقليبه صغيره حلو. على الناعم لحتى تهدى وتستوي فوائدها كثيره هات لشوف اعطيني فوائدها الكوسه يو. مفيد للامعاء تماما
ملين اول شيء، بعدين في نسبه من البروتين، في نسبه من الحديد، في نسبه من الزنك، في كثير شغلات بتفيد. الباذنجان اكيد ماده مفيده، البندوره نسبه الحديد الاعلى اعلى تماما. هلا مرافق لها الفليفله الخضراء دائما ملازم، والورقيات والجرجير، وهي هي جات الخضراء هذا اللي قدامها كثير مفيد. اخذنا البروتين من اللحمه من العظم، واخذنا الماده الدسمه اللي هي السمنه والدهن، دهون دهون شغله كثير مفيده للانسان، بس يعرف كيف يتعامل معها. مو كترتها، لا لا مو الناس ما تفهم، ما بصير كترتها. كترة ابدا بتأذي. لا ما بتأذي، بس بتأذي الدهون، الشحوم، الدهن البدن اللي بيأذي، الشحم اللي بيأذي. اما الدهن هو جزء من جزء من الخروف، يعني مثله مثل الرقبه مثل الباط، بينمو مع الخروف، فهو غير مؤذي. انا هلا ما بحب فرق، بس اللي بيأذي هو دهن البدن، الخملات. هذا اللي بيجي الدهن الاصفر، الدهن المكدن اللي فوق بعضه، هذا اللي مؤذي. تمام، هذا مثل دهن الدجاج مؤذي جدا. يعني انت اذا كمشتي قطعه ليه من الخروف بايدك وفركتيها على دقيقتين ثلاثه بتدوب ومنصف الشيء بايدك رح تتلاشى. بس تمشي جلده الدجاج وفركيها بايدك هيك، اذا بتضلي ثلاث ايام عم تعملي هيك بتضل جلدة الدجاج بايدك. فجسم الانسان على حراره الايد دوب لية الغنم. تمام، شوفي الفكرة اللي بدي وصلك أنا. ونفس الشيء بالأمعاء، اللية بتدوب، بس الدجاجة بالمشواية بتضل ساعة ونص عم تبروم، تحترق الجلدة، بصير لونها كراميل وطيبة وتقرمش وطيبة وكثير بنحبها، بس هي ما دابت بالنهاية، ما دابت. فهي الفكرة. لاحظين هو عم بيشرح شو صح عم بيصير فيني؟ لا مو عم يصير، نحن بنوصل معلومة يعني مع مثالة. بس أنا عم بقول لك يعني أنت ما بتحبي لا اللية ولا لا أنا اللية ما بحبها. تمام، ولا جلدة الخروف الدجاجة. هي هلا كثير كثير غلط. نحن الفروج البروستيت بياخذوا أول شيء القشرة بيقشوها بياكلوها، فهي أسوأ شيء أنا ما موجود بحبه. أكلتي تمام، أنا ما بحب هذا الغلط اللي نحن بنوقع فيه أيام. أي تمام. طبختنا بدها تقريبا كم دقيقة، كل شوي نبلش نتفقدها. معلش قربي تفضلي. تولاي هارون يعطيك العافية. طلع ضميرك الصاحي، كلمي. شوفي يعطيك العافية. أهلين يا هلا. شبكي خايفة؟ أنا ماني خايفة، بس إنه من وراء الأفق الذهبي. شلون؟ أنا من وراء الأفق الذهبي عم حاكيكي. هذا الصوت مو غريب علي. حان الوقت لتغادرين هذا العالم، يلا تفضلي معنا إذا سمحتي. في مسبار بده يطلع على المريخ، فاخترناكي انت تكوني يعني الشخص اللي رح تطق قدمه ارض المريخ من كوكب الارض. شو اعمل هلا؟ كيفك؟ منيحه. منيح. وسام؟ ايوه برافو عليك وسام. شو اخبارك؟ تمام. لكن تكلا يعني أنا... مميزه عرفت. وينك بدي... وينك انت بالكواليس؟ بدي على بين ما جهز الطبخه الشيف، لانه واضح انه ما كثير هيك معلوماتك بالمطبخ ما كثير يعني مهمه، لنتناقش نحن وياكي بالشيء اللي عندك معلومات مهمه فيه. لا عفوا عفوا، مين قال لك هيك؟ حسينا والله. لا يا حياتي، انا وقت اللي بده يكون موجود شيف قدام مني عيب علي اصلا اتدخل. انت غالبا يعني تعالي اقول لك رح هلا من اول حلقه بدنا نتخانق. شو بدنا وسامو؟ صحيح انت على ما بتطبخي نهائيا، لانه كل الوقت مقضيتيها عزايم. اها، انت حدا بعتك لعندي محردك علي؟ وينك وينك؟ تعال اظهر وبان يعني عليك الامان. بتحبي اظهر وبان عليك الامان؟ بتحبي الناس لدرجه انه ما ممكن ترفضي عزيمه ولا ايفنت يفوت من ايدك ولا دعوه كله بتكوني موجوده؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ عم بسألك. انت يعني اللي ما بتنفض مو انا. انا دعيت. انت اللي ما بتنفض حبيبي. دعيتيني على افتتاح محلك ولا لا؟ دعيتك بس ما جي. شفتي كيف؟ ليش؟ لانه يعني ما حسيت حالي انه ممكن فيدك بشيء بالقصة. ليه؟ انت بعدين بيجي هيك لحالي وبارك لك. رفقاتي حبايبي. انت بيجي وبارك لك بعدين. عندي. طيب باركولي. شو هذه التهمة شو بتردي عليها عن جد تولاي؟ ولا عن جد هي عم تسأل سؤال؟ هل تعتبرين ان هذا كلام يستحق الرد عليه ولا بتتجاوزيه بتعتبريه؟ لا ما بيستحق الرد عليه. لا 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 ابدا، ما فيك شيء. انا يعني معلش عفوا، يعني نحن متسلط علينا الاضواء. نعم. فانت وقت اللي يعني انت اي ست او اي رجل
يعني اي مؤسسه شراكه عائليه عندهم حياه اجتماعيه خاصه فيهم. تمام. فانت فهن بيلبوا كل الدعوات ان كان من الاقارب من الاصدقاء وهو هن ما عليهم الضوء اعلاميا، فهن بيروحوا بيمارسوا حياتهم وبيروحوا بيسهروا وكذا. انا عندي عائلات انت ما بتتخيل، ما بتفوتهم سهره، ما بتفوتهم مناسبه، ما بتفوتهم حفلات اعياد ميلاد من خطبات من اعراس من شو بدك. بس هني ما عليهم الضوء. نحن إذا بتنتشر صورة هالقد قدها، أنت موجود بأي مكان عام بتتصور مع أي حدا انتشرت على السوشيال ميديا، بيقولوا لك هي ما بتقعد بالبيت. كون أنا بين الروحة والروحة في في وقت، فأنت وقت عم تندعى بين زملائك وأصدقائك، أوكي ما عندك شغل بتقدر تلبي وبتقدر ما تزعل هدول الزملاء أو الرفقات، فليه لا؟ هاي اسمها حياة اجتماعية، حياة أنه أنت أنت بتحبهم وهم بيحبوك، لو ما بيحبوك ما دعوك. عرفت شو؟ بس أنه هذا لا، أنا ما لازم يعتبروها تهمة. ليه؟ تمام. افتتحتي بزنس خاص فيكي من وقت قصير. هل أحد مولك لافتتاح هذا الشغل؟ هل أنت خائفة من أنه تتقاعدي مبكراً وما يعود مدخولك من الفن يكفيكي لحتى رحتي بهذا الاتجاه، ولا شو الموضوع؟ لا شوف، يعني هي هي القصة كلها أجت صدفة بصدفة بصدفة. أيوة. يعني فعلاً أنت طالع من أزمة، من أزمة مارق فيها بلدك، فعلاً يعني إيد واحدة ما بتزقف. فأنت عندك أولاد، وأنا أجاني شيء من أهلي بين الكورونا، قبل الكورونا وبعد الكورونا. أوكي صار عندي مشكلة ارتفاع أسعار، إجباري دخل شريك ثالث معي غير ماما، عرفت شو؟ صرنا ثلاثة بس نحن هالقد قدنا، عرفت شو؟ يعني نعتبر صغار، عم نخطي خطوة كتير حلوة. هذا الشغل ما نو سهل، يعني بده مخ، بده الشغل انك انت تكبره، يعني تكبره تعمل له اسم، بس ما بيصير بيوم وليلة. تمام. يعني انا بقول فضل يعني لرب العالمين ورضا ماما علي اللي قدرت فعلا انها تساعدني، يعني وهذا الشيء الناس كلها بتعرفه، يعني بتعرف الخطوات اللي انا مرقت فيها. انا سعيده بهي التجربه، بس صدقني هي مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره علي وعلى وانه اولادي معي. يعني المساله ما انا سهله، بس انت مضطر انك انت تكون قوي لتقوي اولادك، لانه انت بمرحله ما انا سهله انك انت تامن على شغل تقدر فعلا تجيب لقمه عيشك. وهي هلا بهي المرحله الحياه فعلا بدون اي مجامله ما انا سهله، لا على الوضع منيح ولا على الوضع سيء. فما أدراك على الوضع سيء. فأنت أنا على فكرة عم بحاول أعمل شيء لجيب أكبر عدد ممكن من الشباب والصبايا قدر شغلهم معي، بس هذا الحكي يعني سابق لأوانه لأنه عم نشتغل على الخطة. أنتوا يعني كفنانين أو كممثلين بتغاروا من بعض حتى بالبزنس؟ يعني كأنه كل ما ممثل أو كل ما حدا له علاقة بالوسط الفني بده يفتتح بزنس بيروح على هذه النوعية من الشغل اللي هي مركز تجميل، حتى بعد ما أنت افتتحتي ببضعة أسابيع. أنا مو بس مركز تجميل، لا حتى بالصورة افتتحت إمارات رزق، يعني حتى من قبل بنسمع في، يعني في مسألة إنه أنتوا قريبة من شغلكم هي ولا غيرة من بعض ولا شو بالضبط؟ قريبة من شغلنا. أنا على فكرة مو بس مركز تجميل، يعني أنا أيوة. تصميم أزياء، تصوير، دعاية وإعلان. يعني أنا بعت، يعني أنا مركز صاير يعني بيشمل كل شيء. يعني أنا بتدخل السيدة اللي عندي بتطلع كاملة من عندي من كل شيء. عرفت شو؟ تصوير وتجليس وكذا وبوليش وكل شيء. مو كله مو عندي. اوكي. يا ويلك يا ويس عمي، ويلي منك، لك وينك تعال هون. هلا بيجي. ايه، فهي يعني مساله انه شغله اقرب للمهنه اللي بتشتغلوا فيها، في امكانيه هي فن فن فن، بس انا ما بشتغل بايدي. يعني انا أكيد. انا عندي رؤيتي بس انا ما بشتغل بايدي. انا في كادر موجود عندي فني موجود بهذا المكان هو اللي بيشتغل وبيظبط النسوين اللي بتجينا. شو طعم الهزيمة التي ألحقها بكم نقيب الفنانين زهير رمضان؟ علقم، هل تدفعين اليوم يعني ثمن لتصريحاتك، لجرأتك، لفضحك لبعض الملفات، ل يعني محاربتك بالمعنى المعركة الانتخابية لزهير رمضان اليوم، ولا شو؟ طعم الهزيمة بالأول، هل عم تتزوقي ولا لا؟ أخيو شو السؤال؟
جاوبيني. ليك انا طالعه بقرار. ايوه. وجوابه رح يكون على الارض بالحقيقه يعني. انا بالاول وبالاخر ان كان انا ولا المجموعه اللي كانت معنا، نحن بهمنا النقابه انه هي فعلا ترتقي وانها كانت تقوى. وهلا بهذا البرنامج عن جد انا ما رح اعرف جاوبك، مو ما رح اعرف، ما حابه جاوبك هلا لانه في شيء هلا عم يشغل. خايفه انا اللي ما بخاف. إيه انا اللي بواجه. تعودنا عليك ما تخافي، فمشان هيك جاوبينا. بس أنا لا 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 لا، انا بدي احكي بشكل كثير منطقي. لا لا، بحكي بشكل كثير منطقي. في اشياء صارت ما بعد الانتخابات، في اخطاء صارت حطيت انا فيها وكنت ادى وجابهتها، حطيت النقاط فوق الحروف. اوكي. وقريبا في شيء رح يصير رح كلكم تتفاجئوا فيه، فانا بفضل انه هلا ما احكي فيه عن جد، يعني انه خلي الناس كلها تشوفها على الارض، لانه انت ما بتعرف لوين ممكن تروح، عرفت؟ بس في شيء كثير حلو رح يصير، في تغيير ما ربما يعني بشكل النقابه بهيكلها نعم. لا لا، هو بلش يصير. بلش يصير. شوف الشيء اللي صار، كل شيء صار يعني على السوشيال ميديا ولا اعلاميا ولا بالانتخابات، كسرنا تابوهات نحن. لا، هذا كله بلش يتحقق على الارض. لا بلش يتحقق وبلش نشوفه شوي على الارض. وهو المطلوب. انا مشكلتنا وقت عم نحكي مو هي محاربتنا لنقيب الفنانين اللي هو بشخصه كزهير رمضان، في شيء له علاقه بكادر موجود بالنقابه بهم مصلحتهم الشخصيه تماما تمشي اكثر ما تمشي مصلحه الاعضاء. انا بيهمني العضو، يعني هذا العضو انه اذا كان تعبان انت تريحه، اذا عنده مشكله انت تحل له اياها، اذا عنده وجع انت تداويه. انا هذا اللي كان بيهمني. لا لاني راكده او بعدين في شيء كثير طلع وانا ما حبيته، يعني انه انا جاي على يعني جاي على الانتخابات انه انا بدي اكون نقيب. مين قال لكم انا بدي اكون نقيب؟ او مين قال انه انا حاطه براسي ان انا اكون نقيب؟ انا اذا بدي اجي فعلا لاقدم مساعده، لاقدر اخدم. انا بدي اجي لاخدم. انا بحياتي العامه واللي الناس كلها بتعرفها من زملائي ولا من الناس يلي انا تعاملت معهم بالشارع اللي ما بعرفهم وساعدتهم، وهي معروفه من خلال برنامجي اللي اسمه هو الدنيا بخير، برنامج خيري انا اشتغلت عليه والناس كلها بتعرف هذا الحكي، انه انت جاي تخدم. وهذا الحكي الله من فوق بيخلقه بدمك، انه انت بتقدر تقدم شيء او لا، بتقدر تساعد او لا. انا بعرف انه عندي طاقه نفسيه من جوا وامكانيات هون بطريقه خطواتي لاني انا اقدر ساعد. اذا خسرتم جوله ولم تخسروا المعركه كاملتان، والاجمل انك انت تكسب بعدين، الشاطر اللي بيربح اكثر. طبعا انا عم بسالك، جرعتوا الهزيمه وانا يعني على راس القائمه كنت يعني. اوكي. اذا بس حقول لك شغله وسام، قولي لي اياها وجه لوجه. معليش وينك؟ هاي اجينا وجه لوجه. بس انا ما بحكي انا وياك. تحياتي توتي. كيفك؟ ما بحكي انا ويا للشيف هلا صراحه كرمالك يعني. ليه؟ ما بيطعميني؟ ولا شيء بيطعميني من الاكل ان شاء الله. هلا ما راح تطعميني، بزعل انا وياه. تفضلي. بزعل انا وياه هيك. كملي لي الفكره اللي كنت عم تقوليها ونحن ماشيين. بلا ما راح تطعمينا؟ ما في اكل عندي. لا صار عندي اكل. ما تقطش الشيء اللي كنت عم تقوليه. يعني معدتي بتزعل، عرفت شو؟ معدتي بتزعل. ارتاحي. لازم اكل. ايه شو كنت عم تقولي اخر شيء؟ والله العظيم ما عاد عرفت وين وصلت. نسيت. لا بس هي القصة الناس يمكن مفهمانه انه هو موضوع خلاف شخصي. زهير وتولاي او محمد وفادي وعرفت شو انه مع زهير، هي القصه مو هيك. القصه انه انت في كانت النقابه رايحه عم تروح هيك، تمام. يمكن هذا الشيء اللي صار بيناتنا بضمن الجوله اللي صارت بالانتخابات بدايه تعديل المسار، يعني صحيناهم ورجيناهم العيوب، ورجيناهم انه نحن شايفينكم نحن برا، كيف لو نكون جوا؟ عرفت شو؟ ورجيناهم هذا التفصيل كله. انا مع انه انت الاعور تقول له اعور بعينك، يعني انه انت غلط هون، انت ايه غلط، تعال صلحوا لهذا الغلط، اثبت لي انه انت صح، اثبت لي انه انت فعلا جاي تشتغل. هلا الاستاذ زهير يعني عم يبلش فعلا شاف نقاط الضعف اشتغل عليها، عرفت شو؟ انا وقت اللي بدي اشوف بلش يشتغل كثير عيب علي اقول انه انت ما بقى صح،
مو صح، لا بحقني لا بحقني كعضو مؤتمر تماما، بدها تصير شخصيه. انا ما في شيء بيني وبينه شخصي يعني، عرفت؟ انا بيهمني انه هو الشيء اللي كنا نحن شايفينه. التقيتوا شيء بعد قصه طبعا سلمتوا على بعض طبعا، وعملنا مؤتمر. وهلا واحد يعني هلا اليومين بتعرف عم نعمل كانت مؤتمر. لقاءات يعني وديه جدا جدا كانت وديه، وانا عامله موقف بقول لك يا يعني قوي قوي يعني. انا ما بدي النقابه تروح على الدمار طبعا. فانا اعتبر انقذت بما بقدر عليه من انقاذ. وقتنا انتهى اكيد الحديث يطول، راح اترك فرصه للشيفي قلنا نهاية لمسة اللوحة الفنية، نهاية الطباخ روحه. نحن ضفنا الكزبرة والثوم، عفواً النعناع والثوم، وحطيت دبس الرمان، حطيت دبس الرمان وعملت لك جات خضرة، خليتونا نخربط بين الكزبرة والنعناع. منقول لمشاهدينا خلاص ضحك، بس منقول لمشاهدينا باي، يعطيكم العافية. لا معي ما بدك تضحك، أنا ما أضحك. يعطيكم العافية وصحتين وهنا للي عم حامل الوجبة، ويعطيكم العافية. باي.